وصلنا لفقرة تالنتس. اليوم ضيوفنا مميزين، ضيوفنا من أعمار مختلفة، إنما الموسيقى جماعتهم وهي آلة الفيولون، العزف على آلة الفيولون. رح نتعرف عليها أكثر وتفاصيلها مع سينتيا كاسير. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم مع الموهوبة الصغيرة يلي عم تنبش على حالها. هاي ماريبيل. كيفك ماريبيل؟ ماريبيل عبود جاية أنت معنا اليوم لتخبرينا أنك بتدقي على الفيولون. وساندرا مطر كمان أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. بداية رح بلش معك سينتيا، كونك بتدربي على آلة الفيولون، بركي هيك منشوف شوي معك كيف أنت بلشتي وكيف قدرت تكتشفي أنت موهبتك عن عمر صغير، وليه اخترتي الفيولون تحديدا ولقدرت هالقد تكبري فيه للفيولون وتكوني عم بتدربي وعم بتعلمي وتكون مثل مهنة لإلك؟ أول شيء صار أنا الفيولون من أنا وصغيرة، بس أسمع صوته بحسه يعني بيشبهني كتير، بحسه بمثلني، بحسه بشوف حالي فيه. بقى من أنا وصغيرة بكل ما أشوف فيولون بقلها للماما أنه بدي أشوف هيدا شو. دونك بس وصلت على عمر بلشت أقدر استوعب وأتعلم، أكيد الماما شجعتني ورحت على الكونسرفاتوار وجربت كذا آلة، يعني ما جربت بس الفيولون. واختارت الفيولون، يعني جربت مع نيولة، جربت البيانو، جربت جيتار، جربت الفلوت، ما عانى لي شيء إلا الفيولون. وبلشت دراستي عمر 8 سنين بالفيولون، وعن جد كان يعني اختياري بمحله سارة لأنه انغرمت فيه للفيولون. ما في شك. شو بتقولي للأهالي؟ بنعرف كلنا أنه هالفترة من السنة الأكترية بيكونوا عم بيسجلوا أولادهم، وكتير أوقات بيكون هالشي يمكن الأهل هن لأنه بيحبوا أنه أولادهم يكونوا عم بيتعلموا على آلات موسيقية مختلفة، بس أوقات بنلاقي الولد يمكن منه موهوب. كيف بتقولي للأهالي اللي هلأ عم بيحضرونا أنه كيف بدهم ينقوا ولدهم بيحب الموسيقى ما بيحب الموسيقى، كيف بدهم يعرفوا اي اله يختاروا له؟ لانه بنعرف لما يبلشوا على عمر صغير مثل ماريبيل يمكن الولد ما بيكون هو من تلقاء ذاته حابب هالاله المعينه. انت كيف بتشجعيهم؟ ساره بعمر الصغير ما في الولد يعرف اذا بحب الاله او لا الا ما يجربها. دونك انا يلي بعمله عندي بالمدرسه انه بخليه الولد يجرب، بعمل له ترايل سيشن مره ومرتين على هيدي الاله، اذا ما حبها بعمل له على غير اله. الولد الا ما يكتشف هو ويحس ويختبر الآلة ما بيعرف إذا بحبها أو لا. دونك أنا بتبع هيدي الطريقة مع تلاميذي، وأكيد بشجع إذا لقيت موهبة بشجع، وإذا ما لقيت من الأول بعطي مجال لأكتشف الولد، لأنه أوقات يمكن بيستحي الولد، أوقات ما بيعرف يعبر. دونك أنا بجرب كمان اكتشفه شوي شوي، بعطيه وقت لأنه الولد بهالعمر ما بيعرف يختار، بساعده أنا تا يعرف. يمكن ما يطلع يحب الميوزيك، يمكن يكون عن جد بمطرح معين في تالون وأنا من وهو منه مكتشفه وأهلهم منه مكتشفينه واكتشفه مع الوقت. عن أي عمر فيهم يبلشوا يعزفوا على آلة الفيولون؟ هلا انا عم باخذ تلاميذ تقريبا من 3 سنين ونص، يعني وقت هلا عمره صغير بيقدروا، يعني عندي طريقه انا بشتغل معهم وعم باخذ نتيجه. مش يعني انه عم جرب، لا صرت عم باخذ نتيجه، وعن جد عم يوصل الولد معي على عمر 5 سنين و6 سنين عم بيطلع ميلودي وعم بيقرا نوت وعم بيكون كمان ريتمي. دونك هذا الشيء كثير مهم، يعني ريتم ميلودي وقرايه تروشوز بعمر 6 هو شيء كتير مهم بالنسبة للولد. وبيبين بهالعمر إنه هالولد موهوب، لأنه منعرف لأوقات بيكون عندك صف يمكن ملين فيه تلاميذ، دغري بيبين مين الولد الموهوب أو مين هالولد اللي عنده طاقة معقول تكون عم تكبر معه يمكن يقدر يشق طريق هيك صوب النجومية، بيبين عن عمر صغير. سارة الميوزيك كتير يعني في بتبين من جوا لبرا، يعني بمجرد ما تطلعي بوجهه للولد مبتسم مبسوط محمس عم بيسمع، لأنه بالموسيقى كمان السمع كتير مهم. يعني الولد اللي ما بيسمعيك يعني منه مهتم. دونك في كذا فاكتور أنا بتطلع عليهم وبعرف إذا الولد منجذب لهيدي الآلة أو منجذب لساعة الموسيقى أو لا. وأنا أكيد بيلفتني الولد يلي بتلفته الأشياء اللي عم بقولها يلي بيسمعني. دونك اكيد ببينوا معي هول بنلاقيه انه بيكون مهتم أكيد. يمكن اكثر من غيره، ما يكون عليه مثل واجب انه يجي أكيد. على صف الموسيقى أكيد. والاثبات على هالشيء هو وجود معنا اليوم هالصبيه الصغيره الحلوه كثير. ماريبيل انا كثير مبسوطه فيك اليوم، انت جايه تفرجينا اي موهبه، على شو بتعزفي؟ على شو بدك تدقي لنا اليوم؟ على فيولون. قد ايه صار لك بتدقي فيولون؟ انا قد ايه عمرك هلا؟
7 سنين. عمرك 7 سنين ويعني بلشتي عن عمر 6 سنين تدقي على الفيولون. بدك تسمعينا شيء هلا؟ حابة تسمعينا؟ بدك توقفي وتسمعينا هون؟ أي غنية بتحب تدقي على الفيولون ماريبيل؟ أوتو جاي. أوتو جاي، يلا بنسمعها منك؟ يلا تفضلي. برافو ماريبيل. الحلو بماريبيل لما حست حالها عم بتغلبت رجعت هي لوحدها استدركت مزبوط. الامر ووقفت هيدا شوي. هذا اكيد بنتمرن عليه نحن انه وقتها نغلط الولد بحق له يغلط ومن الغلطه نحن بنتعلم انه نصلح. دونك ما بيأثر لو غلطت هي بعدها صغيره وبدها تتمرن وعندها مشوار طويل كمان تصير فيولونيست. بس مبينه معها من مسكتها لقيله الفيولون ومن حبها مبين هالشيء واضح كثير. ماريبيل حابه تكبري وتكفي تدقي على الفيولون؟ وشو بعدين حابه تعملي؟ شو بدك تعملي بس تكبري؟ ميزيسيان ميدلسين. يعني المثل الأعلى أنت لإلهم. اليوم كمان معنا ساندرا. ساندرا أنت معنا كمان لتخبرينا بأنك بلشت تتعلم الفيولون هلأ. ما رح نقول عن عمر كبير أكيد بس يعتبر يعني بالنسبة لماريبيل كبير شوي لتبلشي تتعلمي. ليه بلشتي؟ ليه اخترتي هلأ بالذات أنك تبلشي على آلة الفيولون؟ أنا كنت حب من قبل أنه أتعلم على آلة وما كنت قادرة، يعني الظروف ما كانت مناسبتني، وثقبت هلأ في أنه في شخص بعرفه عرفني على سينتيا هو عم يتعلم بيانو عندها، وانا دغري تحمست للموضوع والظرف مناسب هلا اتعلم فبلشت دغري. وبتلاقي عندك حب لحياة آلة تانية موسيقية؟ بحب كل الموسيقى اجمالا بس اكثر شيء الفيولون. كيف اخترت انه الفيولون تحديدا؟ حسيتها هي قريبة على كاركتري اكثر شيء. وساندرا كمان بميزها انه صار لها بس 6 أشهر عم تتعلم ولقطت، لانه اذا بتعرفي الفيولون بوزيشن تبعه كثير صعبه والدواتي تبعه صعب لانه اقل يعني مليمتر او نص مليمتر بتسيحي اصبعك بيطلع نشاز، النوت بتطلع نشاز. دونك عن جد بال6 أشهر يلي عملته ساندرا، انا كرمال هيك بعتبرها موهبه ساندرا، يلي عملته بال6 أشهر كثير 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 انجاز عن جد. وبتلاقي كمان انه في يقدر الولد يبلش عن عمر صغير او مثل ما بيقولوا انه ولا مره بيتاخر، يعني حتى فيها الموهبه ما لها عمر وفيها ترجع تظهر على كبر. مزبوط ساندرا، الموهبه بدها اراده ومثابره وبدها وقت، يعني اذا في موهبه وما بتعطيها وقت وما بتشتغلي عليها بتضل موهبه صغيره وما فيك تطوريها. وبس انا برايي كمان لو قد ما كان العمر صغير او كبير الواحد ما لازم يهمل موهبته ولازم يشتغل عليها على طول. وبضل في مجال اكيد لو واحد عمره 80 سنه وبده ينمي موهبته اذا هو بده وعنده اراده اكيد بيقدر. حابين تسمعونا معزوفه؟ اكيد حابين نسمعكم نحن بمناسبه عيد الاستقلال، لانه الثلاثه رح نسمعكم النشيد الوطني نقدمه للبنان كمان. فضل. اوكي كثير انكم حبيتوا انه تكونوا عم بتحيوا وتكرموا الوطن أكيد. على طريقتكم. بنعرف انه عيد الميلاد قرب، هل محضرين شيء مميز؟ في شيء جديد هلا محضرينه؟ محضرين عندي ريسيتال بدي اعمله مع تلاميذ كورالي بسانكور بيت شباب. كمان رح يكون شيء سبيسيال السنه لانه مداخلين في تام الضيعه، عم نعرف عن بيت شباب من خلال ريسيتال نويل اسمه ريسيتال ليله جايه يسوع جاي على بيت شباب، وعاملين هيك شيء كثير حلو. ورح يكون عم بيشارك فيه اولاد كمان؟ اكيد رح يكون في بارتي انسترومنتال، اولاد رح يعزفوا، ورح يكون في كورال من 50 ولد كمان
رح يكون عم بغنوا. بتذكرينا بالتاريخ اي متى رح يكون؟ رح يكون ب 22 ديسمبر. ب 22 ديسمبر كان الاول. عندنا كمان شيء رح نعمله بمناسبه عيد الاستقلال، خميس الجاي رح نحتفل بالاستقلال مع فرقه موسيقى الجيش، كمان عندنا ببيت شباب. الحلو يلي عاملينه انه جامعين كذا مدرسه، وكل مدرسة رح تقدم لنا نيميرو، وجاية فرقة الجيش تعملنا كونسير، دونك رح يكون احتفال شوي حلو كمان. كتير منيح، انبسطنا كتير بهالأخبار، وحلو إنك عم بتشجعي الأولاد وعم بتنمي لهم موهبتهم. نحن رح نشوف باقي الأطفال اللي عم بيشاركوا معك، ما قدروا يجوا معنا اليوم بالستوديو ليكونوا كلهم عم بيشاركوا، إنما رح نشوفهم هلا بهالفيديو كيف كمان هن عم بيعزفوا على طريقتهم الخاصة. أكيد. رح نشوفهم سوا ومنتابع معكم. أجواء موسيقية حلوة كتير، عم نشوف إنه عم بينعزف على أكثر من آلة موسيقية واحدة. أنا كتير هلا عم بشتغل كتير على الترافاي أون جروب، لأنه كمان هيدا الشيء مهم، لأنه الولد إذا تعود من هلا يعزف بفرقة بيتعود يسمع غيره، وعلى كبر أكيد بيسهل له حياته الموسيقية. بتمنى لك كل التوفيق سينتيا، وان شاء الله تضلك هيك تدعمي هالاطفال وهالموهوبين الكبار كمان ليكونوا عم بيقدروا يشقوا طريقهم صوب النجوميه. ماريبال انا كثير انبسطت فيك اليوم، بتمنى لك كل التوفيق. ساندرا كمان. لهون بنكون وصلنا لختام فقره تالنتس، ما تنسوا تترقبونا سبت المقبل مع مواهب جديده ومع ضيوف جديد مميزين. رح ناخذ هلا وقفه صغيره ونتابع باقي فقراتنا لليوم من الايف.